أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الملف، والتي نخصصها لمناقشة عمل البعثة الأممية في ليبيا. وسنحاول في المحور الأول تقديم قراءات لغياب رئيس البعثة غسان سلامة عن المشهد منذ أسابيع، وظهور نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي. وفي المحور الثاني سنبحث دور البعثة المستقبلي وتأثير التغيرات السياسية على عملها في ليبيا في ظل سعي كل من إيطاليا وفرنسا للعب دور في حل أزمة البلاد. كما سنتطرق أيضا في هذه الحلقة إلى مستقبل خطط العمل الأممية من أجل ليبيا التي أقرها غسان سلامة وحظيت بدعم دولي كبير. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدين، نتابع هذا التقرير ومن ثم لن عودة. بعد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أكثر من شهر للأمريكية ستيفاني ويليامز نائبا للمبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، أثار النشاط المتزايد لويليامز تساؤلات حول دور رئيس البعثة غسان سلامة الغائب عن المشهد منذ أسابيع. ويليامز التي كانت تشغل منصب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ومنذ تعيينها في 2 يوليو الماضي التقت بجميع المسؤولين في طرابلس، رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة وديوان المحاسبة وأعضاء في هيئة الدستور وغيرهم. ومع أن ستيفاني ويليامز تملك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والشؤون الدولية إضافة إلى تخصصها في شؤون الشرق الأوسط، إلا أن بعض المتابعين اعتبر أن تعيينها سيجعل الولايات المتحدة قريبة أكثر من الشأن الداخلي الأمني والسياسي والاقتصادي في ليبيا. ومع القرب الأمريكي قال هؤلاء إن البعثة الأممية ستكون أكثر تحررا من الضغوط الدولية، لأن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على ضبط التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي حسب قولهم، وبالتالي ستتمكن من إحداث توازنات بين جميع الأطراف الليبية وقيادة توافق دولي لحل الأزمة. البعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك وقالوا إن حصر ويليامز لنشاطها في طرابلس دون زيارة طبرق يثير تساؤلات أخرى عما إذا كانت الدبلوماسية الأمريكية تسير وفق جدول محدد لم يحن فيه الوقت بعد للقاء مسؤولي الشرق الليبي، أم أن لواشنطن رؤية أخرى للمسار السياسي في البلاد. غياب المبعوث الأممي غسان سلامة ونشره صورة على تويتر قبل أسبوع من شرفة بيته بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على قانون الاستفتاء اعتبره بعض المحللين بمثابة تخل عن مهمته بعدما قضى سنة كاملة يضغط في كل الاتجاهات من أجل صدور الدستور والوصول إلى الانتخابات. ورغم ذلك يحتفظ سجل سلامة الأممي بموقفه من التدخلات الأمريكية أثناء توليه منصب مستشار سياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث انتقد دور بول بريمر وقتها وقال إن له صلاحيات في العراق أكثر من صدام حسين، وهو ما قد يفسر غيابه اليوم مع تزايد دور ويليامز. نجدد ترحاب بكم مشاهدينا الكرام ونناقش في المحور الأول من الملف مع ضيوفنا. معنا في الأستوديو مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوسي بسيكري، وعبر الأقمار الاصطناعية من باريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكس بروفونس مصعب حمودي، وعبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة الكاتب والصحفي على فاروق. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام في هذه الحلقة من الملف. أبدأ معك سيد السنوسي هنا في الأستوديو، ونبدأ في بداية هذه الحلقة الحديث عن هذا التعيين وهذا القرار. لو أردنا أن نفهم الأمر، في أي سياق جاء تعيين ستيفاني ويليامز كنائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة؟ الصحفي الأمريكي ماثيو راسل لي يعتقد بأن التعيين له علاقة بمناكفة أمريكية فرنسية، ويعتقد بأنه سيد غسان سلامة كان أفضلية بالنسبة لباريس، وأنها لعبت دورا في تعيينه بشكل أو آخر. ويزعم أنه إلى 2016 سيد غسان سلامة عضو الهيئة الاستشارية لأكاديمية الدبلوماسية الإماراتية اللي أثير عليها جدل كبير أيام المبعوث الأممي قبل مارتين كوبر. برناردينو ليون يس.
يقول بأن العلاقة يعني الموقف الأمريكي وتعيين ستيفاني له علاقة بهذه القصة. بغض النظر عن كلام ماثيو، لو نظرت للمشهد يعني هناك عدة نقاط تساعد في فهم ما جرى. الأول أنه لم يكن هناك تحفظ على غسان سلامة من قبل مرؤوسة أمين عام للأمم المتحدة، لم يكن هناك قلق ظاهر ومعلن حول أداء، بل أن في كل مناسبة الأمين العام ومجلس الأمن يدعم في السيد سلامة وفي خطته. النقطة الثانية أن منصب النائب لم يكن منصبا بارزا وحيويا في البعثة، يعني كوبلر لم يكن له نائب، ليون لم يكن له نائب، في فترة بسيطة أيام السيد متري كان هناك نائب ولم يكن له دور بارز، بل هو موظف تقليدي من داخل البعثة. لكن طيل هذه السنوات لم يكن هناك نائب، ومن ثم أصبح الآن يوجد نائب، كيف تفسر هذه الآن؟ هذه نقطة اللي بنحاول نوصلها لك، أنه أن يفرض النائب في هذا الوقت وأن يفرض يعني شخصية السيدة ستيفاني هذه في حكم سفيرة ليبيا الفاعلة والنافذة، فتستقيل من منصبها وتعين بشكل مباشر كنائبة، ثم تقوم بهذا الدور الحيوي خلال 3-4 أسابيع من استلامها للمنصب بهذا الشكل، يوحي بأنه الأمر فيه ما فيه من كلام سيد ماثيو راسل لي، وأنه فعلا قد يكون الموضوع له علاقة بخلاف أو نزاع خلاف وجهة نظر ما بين واشنطن وباريس في هذا الصدد. دعنا أشرك بقية الضيوف في هذا الجزئية. سيد السنوسي، سيد مصعب حمودي، هذا التعيين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة جاء تزامنا ربما مع أزمة المواني في وقت سابق وما قيل في تلك الفترة وما حدث. إلى أي مدى سيد مصعب يعكس هذا الأمر نوايا واشنطن بالتوجه نحو حل جذري للأزمة في ليبيا؟ نعم، هذا يعتبر من وجهة نظري دخول تام لواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية على الخط الليبي، وهي التي كانت مترددة في الأول عندما كانت هناك احتمالات للتواجد الروسي حينما حاول حفتر استمالته، لكن الآن تبقى المشاريع هي المتضاربة، فوجود الولايات المتحدة ودخولها على الخط أصبح أمرا واقعا محسوما، يعني لا مجال للمجادلة فيه. فالآن هناك مشروع أوروبي متضارب فيه شرخ، واستغلته الولايات المتحدة للتواجد. يبقى أن فرنسا لديها نوايا لجلب مقدرات خاصة البترولية الليبية لصالحها، لضخها في اقتصادها، وهو أيضا ما تبتغيه إيطاليا في نفس الوقت، حتى وإن كانت وجهات النظر متفرقة بين إيطاليا وفرنسا، إلا أن الأهداف هي ضخ البترول في اقتصاداتها الداخلية. أمريكا ليست لديها هذه الأهداف بتاتا، أمريكا لا تحاول ضخ البترول الليبي لصالحها هي، وإنما تريد إبعاده عن مبادلة عن الحلحلة السياسية لتتمكن من ضخه في الأسواق العالمية. فهنا اختلافات النظر، وعلينا ولو هذه قراءتي، حتى أمريكا الآن مساندتها لإيطاليا هي مرحلية فقط، لأن إيطاليا يعني لو نرى مثلا حالة الاقتصاد، كيف هذه الدول الثلاثة تتدخل في الاقتصاد الليبي، يعني تتدخل تستفيد منه، فنجد استيراد النفط الليبي من إيطاليا هو بنسبة 35%، من فرنسا ب10%، ومن الولايات المتحدة ب5%، فهذا التقارب بين نسب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا سيجعل التنافس بينهما. فهنا الولايات المتحدة تريد العمل مع إيطاليا لإزاحة فرنسا، ولكن هذا لا يعني أنها تعمل معها واضح على الدوام، فهو فقط لعلاج المرحلة. نعم، وإنما ستحاول فيما بعد حتى إزاحة إيطاليا ومنافستها. فإن أردت التلخيص، فالولايات المتحدة ستحاول إزاحة فرنسا ومنافسة إيطاليا فيما بعد. سنأتي للحديث بشكل أكبر سيد مصعب حول الانخراط واشنطن في ملف الأزمة والتنافس الأوروبي حول ملف الأزمة في ليبيا، لكن دعني أنتقل في هذه الجزئية أيضا إلى سيد علاء فاروق من القاهرة. سيد علاء، أجدد الترحاب بك من جديد.
ما كان يتحدث عنه ضيفي الكريمين مسألة ربما هذا الانخراط من قبل واشنطن ومسألة التنافس الأوروبي في ليبيا. في هذه الجزئية أيضا هناك من يقول أن ربما هذا الانخراط من قبل واشنطن هو نظير نوايا لأمريكا لقيادة ربما الملف الليبي من الأمم المتحدة بغطاء أمريكي. تحية لك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. طبعا في البداية يعني التدخل الأمريكي أو التواجد الأمريكي تواجد بالفعل عندما يعني حدث هناك تخندق من قبل كل فصيل سياسي في ليبيا حول دولة معينة. فالغرب الليبي مثلا تخندق مع روما، ثم وفي الشرق الليبي متمثلة في المشير خليفة حفتر تواجد بقوة مع فرنسا. فكان في هذا التنافس الفرنسي الإيطالي كان لابد أن يتواجد الدور الأمريكي بقوة في الملف الليبي، وهو ملف أصبح الآن مهم لإدارة ترامب لعدة أسباب، منها أسباب خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أن المشكلات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قليلة بعد تصفير المشكلات مع كوريا الشمالية مثلا ومع عدة ملفات، ولم يبقى لها أزمة إلا مع إيران حاليا يعني. فالتواجد الأمريكي عبر الأمم المتحدة وعبر النائبة ستيفاني التي هي يجب أن نتحدث عن الشخصية نفسها، الشخصية نفسها لها دلالة ولها رمزية. كون ستيفاني ملمة ولها علاقات قوية جدا بعدة فاعلين دوليين وإقليميين في الملف الليبي، فهذا أمر لا يجب أبدا أن نغفله. فهي عملت من قبل في الإمارات في السفارة في الإمارات، وعملت من قبل في الدول المنكوبة مثل الملف السوري، وفي العراق تواجدت لمدة عام كامل نائبة لرئيس البعثة الأمريكية هناك. فكل هذه الأمور التي تحيط بشخصية السيدة ستيفاني تؤكد أنها لم توجد هكذا عبثا، هي موجودة أيضا لإدارة الملف بشكل كبير جدا، وأصبح تواجدها الآن قد يفوق تواجد السيد غسان سلامة. فالتواجد الأمريكي تواجد بالفعل في ظل التنافس أو الفشل، خلينا نكون صراحة أكثر، الفشل الإيطالي الفرنسي في لملمة وحل الملف، فأصبح حتى التنافس أصبح ظاهر للعيان. فأصبح الآن روما تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا في محاولة منها لإنهاء مؤتمر باريس الأخير ومخرجاته وغير ذلك. أصبحت لقاءات السيدة ستيفاني مع عدة أطراف ليبية أيضا يؤكد هذا الأمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أصبحت الآن تمسك بدفة الملف الليبي متمثلة في أو تصدر للمشهد إيطاليا. أصبحت إيطاليا تدير الملف الليبي بدعم وقوة من أمريكا. واضح. أعود من جديد للسيد السنوسي. سيد السنوسي، مما كان يتحدث عنه ضيفي الكريمين هنا في مسألة التنافس الأوروبي في ليبيا وحتى التضارب في مصالح وعدم التوافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا، لو تحدثنا بشكل أكبر أو بشكل أوضح، مسألة تعيين ويليامز كنائبة للمبعوث الأممي، هي في الفترة الماضية قامت بعديد الجولات ربما يمكن وصفها بالمكوكية، التقت بها عديد الأطراف سواء تحديدا في المنطقة الغربية، هل يأتي هذا من باب محاولة الإلمام بالمشهد، أم ربما هناك تغير قادم في المشهد السياسي تعبر عنه الزيارات المتكررة لويليامز لعديد الشخصيات؟ يعني ما أظنش السبب في هذا النشاط المكثف لسيدة ويليامز خلال 3-4 أسابيع بعد توليها منصبها، فقط لمجرد أنها تعرف نفسها أكثر بالمشهد الليبي وبالأطراف الأزمة الليبية، لأنه كما ذكر الأستاذ علاء يعني ليست بعيدة عن المشهد، لها 10 شهور أصلا موجودة في ليبيا كسفيرة ناشطة خلال فترة أصلا إدارتها للدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، بالإضافة إلى إلمامها بالمنطقة بشكل دقيق جدا. هي اشتغلت كما ذكر علاء مستشارة وناصحة و تنفيذية في عدة مناصب في دول عربية، تعرف في الأزمات الأمور تبقى متشابهة. أعتقد بأنها في صدد التهيؤة لتمرير مقاربة حل، ملامح هذا الحل ربما من المبكر الحديث عنها لأنه لم تظهر أي إشارات اتجاهها، وأنا أقول بأنه أصلا في إشكال الآن في وضع البعثة نفسها، ربما سنتحدث عليه في المحور الثاني كما ذكرت أصلا في مقدمتك. لكن أعتقد أنها في مرحلة جس النبض، في مرحلة البحث عن حلفاء في تمرير توجيه أي مقاربة حل وفق النظرة الأمريكية الإيطالية المناكفة أصلا لتوجه فرنسي. فهذه الزيارات ستكون من هذا القبيل، وليست مجرد أنها تريد أن تعرف نفسها بالمسألة. قلت بأنه
ما هي ملامح الحل؟ ربما من العسير القول بأنه الإدارة الأمريكية لديها حل. أنا متخوف من أصلا تصدر أمريكا للملف الليبي والتحكم فيه، لأنه أمريكا في هذه المرحلة ليست بوضع مستقر، بالإشارة إلى رئيسها متقلب المزاج واللي حلول دائما حاسمة ويغيب فيها التأني والدقة والبحث. وبالتالي قد إن اتفقنا بأنه الأمريكان هم المسيطرين ويريدون حل الأزمة بطريقة أخرى، أتوقع بأنه هذا الحل قد يواجه كثير من المشاكل وقد يقعنا في مأزق أكثر مما نحن موجودين فيه. سيد مصعب، ما يتحدث عنه السيد السنسي هنا في الاستوديو جزئية ومسألة ربما التهيئة لتغير قادم، ربما من خلال هذه الزيارات التي قامت بها ويليامز والتقت عديد الأطراف في المنطقة الغربية، لكن في المقابل ويليامز لم تقم بزيارة إلى المنطقة الشرقية ولقائها بالأطراف هناك، سواء في مجلس النواب أو قيادة عملية الكرامة. لو أردنا أن نفهم هذا الأمر، ما الذي يعنيه؟ في الوقت الراهن في الظرفية الحالية يعني أنها لا تعترف بالحكومة الموازية في طبرق، ولا تعترف أبدا بدور لخليفة حفتر، ولكن هذا في الظرفية الحالية. الآن سيبقى الاستفهام مطروحا، ما هو الموقف الأمريكي الذي سيكون من خليفة حفتر؟ هل ستزيحه لأنه لدور خليفة حفتر رابط مباشر بالمعطيات الاقتصادية التي تحاول البحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، فكل المقدرات البترولية الاحتياطي هو في منطقة الوسط الشرق، أي المنطقة التي يعني تدار من طرف خليفة حفتر، 85% من خام البترول هناك و 70% من خام الغاز هناك، كذلك نسب الاستيراد من هناك هي حوالي 64%، فيجب على الولايات المتحدة أن تفصل في الأمر وتجعل هناك موقف من خليفة حفتر، إما إزاحته أو طبعا هو يملك الجنسية الأمريكية الاعتماد عليه. في الوقت الراهن في الظرفية الراهنة لا يوجد اعتماد عليه، لأنه غريب أن تتجسد تحركات ستيفاني ويليامز فقط في منطقة الشرق. طرابلس. نعم تفضل، حتى نشك فقط في هذه الجزئية وعدم ربما الزيارات مع ويليامز وإلى المنطقة الشرقية، أنتقل إلى السيد علاء فاروق. ربما ضيفي من باريس يرى بأنه ربما هو يأتي عدم الزيارة من نظير أنه عدم اعتراف بالحكومة الموازية وعدم ربما إيضاح واشنطن موقفها من قيادة عملية الكرامة، لكن هل تتفق مع هذا الطرح أم ربما أنه الأمر لم يحن بعد وقت زيارة إلى المنطقة الشرقية ولقاء بالأطراف هناك؟ كيف ترى أنت سيد علاء؟ طبعا أختلف مع هذا السيناريو جدا، يعني بالدليل أنها منذ يومين أو ثلاثة التقت بنائب رئيس البرلمان الليبي في طرابلس والتقت به وتناقشوا في عدة أمور، وهذا أمر يؤكد أنها لها تواصل بالشرق الليبي. الأمر الآخر أن السيد غسان سلامة هو يرأسها وهو يعني يرأس البعثة بكاملها، التقى أكثر من مرة بالمشير خليفة حفتر والتقى معه وتناقشوا عدة ملفات، لكن ربما يكون هي الجولات فيها تكثف جولتها في الغرب الليبي حاليا لتواجدها هناك، وربما أنا أتوقع من وجهة يعني الأمر يبقى فقط أنه قريبة جدا لم تزر المنطقة الشرقية. نعم اسمح لي فقط سيد علاء، أنه لم تزر ويليامز الآن المنطقة الشرقية لأنه فقط متواجدة في المنطقة الغربية، هل هذا السيناريو أقرب أنه هذا واقعي الأمر؟ لا ليس واقعي، ولكن أنا أقول لك، أنا أستكمل كلامي وأقول لك أتوقع لها زيارة قريبة. فالشرق الليبي كان في الفترة الأخيرة مشغول بعدة أمور، ومنها ملف إنهاء التصويت على قانون الاستفتاء، وهذا ما حدث الجدل في البرلمان الليبي، فكانت هناك الأوضاع حتى السياسية غير مستقرة. أنا أظن أنها لن تعطي اهتمام للحكومة المؤقتة، ولكنها ستلتقي طبعا السيد خليفة حفتر كونه فاعل رئيسي وأساسي في المشهد الليبي، ستلتقي ربما المستشار عقيلة صالح، ستلتقي ربما الفاعلين من بعض القبائل مثل ما تفعل في الغرب الليبي، التقت هي حتى بعض رؤساء الأحزاب التي ليست لها وجود، ليست لها قوة في الشارع الليبي، التقت بهم في الغرب الليبي، لكن حتى النائب للرئيس مع منظمات المجتمع المدني. أختم معك في هذه النقطة سيد علاء، تود من ينسق لها هذه الزيارة، لكن أختم معك في هذه النقطة، لكن حتى لقائها بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب كان في المنطقة الغربية لم يكن في المنطقة الشرقية لتواجده هناك، الرجل له مكتب في طرابلس وتواجده هناك التقت به هناك واضح. ولكن أنا كما قلت لك أتوقع لها زيارة قريبة للشرق الليبي. نعم
أعود من جديد إلى السيد السنوسي، في ظل هذا النشاط من قبل ويليامز يوسف عديد المراقبين، هذه التحركات سواء كانت في المنطقة الغربية وما يراه سيد علاء ربما يكون مستقبلا في المنطقة الشرقية، تساؤلات عديدة حول غياب سلامة عن المشهد، إنه كيف يفسر هذا الأمر؟ لماذا غاب سلامة عن المشهد وظهرت ستيفاني كنائبة؟ سعود الإجابة لسؤالك، لكن أنا منحب أن نستدرك على كلام الإخوة. نعم، هي ممثلة أصلا الآن نائبة المبعوث الأممي، لا يمكن أن تقطع نفسها عن المنطقة الشرقية. هذه أمم متحدة فتتعامل مع الصراع بشكل مفترض نظريا أنه بشكل متساوي ومتكافئ، لكن ربما أرادت بالتأخير هذا أن ترسل رسالة محددة متعلقة بالحكومة المؤقتة، لأن يعني تعرف من قبل أيام صدر بيان عن مجلس الأمن أنه يرفض الأجسام الموازية لحكومة الوفاق والأجسام الأخرى، فربما تريد أن ترسل رسالة، أو ربما أرسلت للبرلمان وغيره مطالبة منهم أن يقوموا بإجراء فيما يتعلق بالأجسام الموازية، لكن لا يمكن أنها. النقطة الثانية، أمريكا ربما تناكف فرنسا في إدارة الأزمة الليبية، والمؤشرات الخلاف واضحة، يعني اجتماع روما جاء بعد مبادرة باريس، ومخرجات روما اختلفت عن مبادرة باريس، الأنفة الإيطالية والحماس الإيطالي اللي شفناها على في تصريحات الرئاسة الإيطاليين خلال الأسبوعين الماضيين والأسبوع الماضي لها علاقة بالدعم الأمريكي فيما يتعلق بإدارة الأزمة الليبية. تناكف أمريكا باريس، أمريكا فرنسا، لكن لا أعتقد بأن هذا يعني بأن أمريكا متحفظة على حفتر أو رافضة له أو تريد أن تقوض سلطانه ونفوذه، أنا لا أعتقد ذلك. الأمر أعتقد بأن الأمر يبقى فقط أنه الوقت لم يحن بعد الجدول، الأمر ربما سحب البساط من تحت باريس في التحكم في الملف الليبي وإدارته وفق المصالح الفرنسية. هذه ربما تكون النية الأمريكية والنية الإيطالية، ولكن الاثنين حتى إيطاليا لا أعتقد بأن لها موقف متشدد من حفتر وتدعم فكرة أنه لا يظهر في المشهد القادم. الأمريكان والإيطاليين يتحدثون عن مشاركة حتى بقايا النظام السابق، فكيف بحفتر المتنفذ؟ فأنا أعتقد بأنه أصلا أمريكا دعمت حفتر في مرحلة من مراحل الصراع حتى نتجاوز هذه النقطة ونذهب إلى مسألة غياب سلامة. نعم، إن أخذنا بنظرية ومقاربة أنه سلامة لم يدير الملف بشكل يرضي غرور واشنطن ورغبتها، خصوصا بعد العودة إلى الملف، كانت مهملة للملف الليبي كما قلت، الارتباك والاضطراب في قرارات ترامب. قرر أن يعود بعد أن أعلن في روما منذ قرابة 10 أشهر بأنه لا علاقة له بليبيا وأنه مشكلته مع ليبيا فقط في تنظيم داعش. اليوم عين أو شارك، لأنه بعض التقارير تحدثت عن مشاورات ما بين ترامب وما بين الأمين العام في هذا الصدد في تعيين ستيفاني. فإذا وفق هذا التحليل غسان سلامة غير مرضي عنا أمريكيا إيطاليا في إدارة الملف، وبالتالي أتوقع وفق هذه المقاربة إن صحت وهي راجحة عندي أنه بعد فترة قليلة أثير موضوع مرض غسان سلامة، بعد فترة قليلة ربما يستقيل السيد سلامة ويتم تعيين ستيفاني كمبعوث للأمم المتحدة بشكل نهائي، وبالتالي أصبح أصلا الإدارة مفهوم وجهتها إدارة الأزمة الليبية بناء أو وفق وجهة البعثة الأممية اتجاهها معروف ومحسوب. في هذا الجزئية أيضا سيد مصعب، مع ما كان يتحدث حول ربما مواقف بعض الدول سيد السنوسي من طريقة وآلية عمل سلامة في محاولته لإيجاد حل الأزمة الليبية، يعني هل ربما تتفق مع سيد السنوسي ربما أنه اللغط الذي أثير حول سلامة وتعامله والآلية التي عمل بها مع الملف الليبي ربما هذا السبب جاء نتيجة ربما الحديث عن ظهور ستيفاني وغياب سلامة عن المشهد، تتفق مع هذه الرؤية؟ في الواقع نعم، هي لا يجب علينا أن ننظر إلى التراتبية، لأنه هنا ليست تراتبية وإنما دلالات. فسيد غسان سلامة إزاحته يعني هي إبعاده الآن، فلا يمكن أن تكون ستيفاني ويليامز نائبة له، يجب أن يأخذ الملف أحدهما. والآن يبدو أن غسان سلامة قد وضع جانبا وقدمت ستيفاني ويليامز، قدمت ليس المصطلح الصحيح، في الواقع قد فرضت
فرضت من الولايات المتحدة لأنها الآن قررت أن تأخذ أن تنتبه أكثر عكس ما كانت تفعله منذ السنوات القادمة وأن تعير الاهتمام للملف الليبي لأنه هناك أزمة خاصة لأن الكل يبحث عن البترول وهناك أزمة عالمية في ضخ البترول في الأسواق لذلك فالولايات المتحدة عكس الطرح الإيطالي وعكس حتى الطرح الفرنسي طبعا عكس الطرح الفرنسي واضح ولكن حتى الطرح الإيطالي لأن الولايات المتحدة قلت تريد ضخ البترول الليبي في السوق حتى تزيد من الإنتاج وتسد الأزمة التي جاءت جراء العقوبات على إيران جراء الأزمة في الخليج وجراء الخلاف مع فنزويلا فأيضا أمريكا تنظر إلى الأمر من مصالحها الذاتية لذلك فأطرح مختلف لكن الاختلاف بين إيطاليا وحفتر هو واضح يعني لا لبس فيه يعني لا يمكن أن لا نعتمد عليه ولذلك فحتى في مصر السيسي عندما اقترب من إيطاليا رغم أنه مقرب أكثر من فرنسا فهو عرف أن هناك خلاف بين إيطاليا وحفتر ويريد أن يلعب دور الوسيط حتى تتقدم إيطاليا عن طريقه من حفتر واضح. وتقايد في عملية يعني أنتقل في عجالة للجماعات الليبية فالمشهد اسمح لي فقط أن أنتقل بعجالة لأن لم يبقى من الوقت الكثير على هذا المحور أن أنتقل إلى السيد علاء من القاهرة سيد علاء إلى أي مدى يمكن الجزم مع ما يراه المراقبون في أنه تراجع دور سلامة وإقصائهم من المشهد جاء نظير القيادة الأمريكية للملف الليبي وحتى قيادة الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا عن طريق ويليامز أنا وجهة نظري أن الدول الكبرى يعني ليست هي في حاجة إلى مثلا يعني محاولة التحايل حتى يعني يغيب سلام عن المشهد أو تصدير لنا إشاعات أنه في ضيعته الآن في لبنان وأنه يقضي أجازة وأنه مريض أو غير ذلك الدول الكبرى عندما تقرر قرار تفرضه على الجميع فكان من الممكن إجبار غسان سلام على الاستقالة وهذا لن يجد أي معارضة سواء في الداخل أو الخارج وتعيين استيفاني مبعوثة مباشرة يعني أنا أظن هذا كان يمكن أن يحدث ولكن أزمة غسان سلامة أنه أدار الملف الليبي إدارة عاطفية وليست إدارة يعني لحل الأزمة هو كان يلتقي بكل من هب ودب ما الذي تقصده بالإدارة العاطفية سيد علاء في عجالة ما الذي تقصده بالإدارة العاطفية الإدارة العاطفية كان الإدارة العاطفية مقصود بها أنه كان يريد أن يطمئن كل فصيل ويريد أن يطمئن حتى شباب الذين يلتقون به في الشارع يريد أن يطمئن ويعطي يعني يمنح لكل من يلتقي به صلاحيات ويمنحه وعود وغير ذلك فكل هذه الإطارة جعلت الأزمة تطيل يعني فكل من التقى بهم غسان سلامة وعادهم بوعود كثيرة جدا ثم يذهب بهذه الوعود إلى مجلس الأمن فيفاجأ أن مجلس الأمن عنده أصلا قرارات أخرى وعنده خارطة طريق أخرى يجب أن ينفذها فيعود غسان سلامة هو لا يستطيع تنفيذ هذه الوعود فأصبحت إدارة الأمور كلها إدارة عاطفية فالأمر أصبح الآن لكن المجلس الأمن اعتمد الخارطة التي اقترحها سلامة فصيل هذه الوعود لكن مجلس الأمن في المقابل اعتمد الخارطة التي اقترحها مجلس الأمن وليست منه طيب أشكرك كل الشكر من القاهرة الكاتب والصحفي علاء فاروق كنت معنا من هناك عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك وأدعو ضيفين الكريمين هنا في الاستوديو مدير المركز الليبي للبحوث والدراسات السيد سنوس بسيكري وأيضا أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكس بلوفانس من باريس سيد مصعب حمود البقاء معنا لتكملة بقية النقاش في المحور الثاني من هذه الحلقة والذي سنناقش فيه دور البعثة الأممية المستقبلي وتأثير التغيرات السياسية على عملها في ليبيا فاصل قصير واصل النقاش من بعده ابقوا معنا مشاهدينا مدينة وحكاية يأتيكم في الأوقات التالية أمرنا الله أن نسأل أهل العلم الذين نثق بعلمهم ودينهم وجعل فقه الدين مجمعا لكل خير
وأناط بالعلماء تبليغ رسالات ربهم وتفقيه الناس في دينهم. لذلك كان برنامجكم فتاوى على الهوى في نسخته الجديدة. فتاوى على الهوى يأتيكم في الأوقات التالية. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. أرحب بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من الملف. وقبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام، نتابع التقرير التالي الذي يرصد أهم المحطات التي مرت بها ستيفاني ويليامز قبل أن يتم تعيينها نائبا للمبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية. نقاش مشاهدينا مع ضيوفنا وجدد الترحاب في الاستوديو هنا مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوس بسيكري، وعبر الأقمار الاصطناعية من باريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكس بروفانس مصعب حمودي، وعبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة الكاتب والصحفي عبد الحكيم معتوق. أهلا بك سيد عبد الحكيم. أبدأ من جديد في هذا المحور مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد سنوسي. سيد سنوسي، لو تحدثنا الآن في هذا المحور عن دور البعثة، وأنت أشرت قبل في نقاش المحور الأول حول ربما هذه الإجراءات أو ربما هذه الزيارات هي التهيئة لمناخ سياسي قادم أو لحل ربما. الآن لو رد أن نفهم الأمر، ما هي الأولويات الآن الأقرب لنائبة سلامة من خلال هذا النشاط الذي يوصف بأنه كبير؟ يعني زي ما قلت لك، الصورة ليست إلى الآن واضحة، لم تظهر أي إشارات من السيدة ويليامز تحديدا تتحدث بها عن مقاربة جديدة. الإشكالية أنه خطة سلامة الآن في مهب الريح، لأنه سلامة نفسها في إحاطة الأخيرة لمجلس الأمن تخلى عن أهم بند في الخطة اللي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في سبتمبر 2017 واللي هي مسألة الانتخابات. فعندما يقول في الحلقة الأخيرة بأن مسألة الانتخابات من المحتمل أنه لا يتم إجراءها في هذا العام ويتركها هكذا لمحب الريح، كأنه تراجع عن خطته الأساسية. ما هو البديل؟ ما هي الخطة البديلة؟ هل ستطور الخطة السابقة؟ لأنه واضح أنه الجدل الأمريكي الإيطالي من جانب والفرنسي من جانب آخر أصلا في هذه الجزئية في قصة الانتخابات. فرنسا مصرة على أنها تكون قبل نهاية العام، وهذا أمر الآن أصبح حتى من ناحية فنية وإدارية صعب، وإيطاليا مدعومة أمريكيا مؤيدة أمريكيا تقول بأنها لن تدعم هذه الانتخابات وتتحفظ عليها، وهي قادرة على أن تربك المشهد إن أرادت. للأسف يعني للأسف هي قادرة، الأطراف الدوليين الآن نافذين ويؤثر على الأطراف على الأرض، ويتشكل المشهد بسبب أصلا خنوع وخضوع واختلاف الأطراف الليبيين يشكل من قبل العواصم الأوروبية. فإذا أمام هذه الضبابية وحالة الجمود في الخطة السابقة، ما هو البديل؟ هنا هو الإشكال. لا أعتقد بأن ستيفاني ستذهب إلى حل جذري، لأنها تدرك بأن أطراف النزاع والانقسام الحاد قادر على أن يشل أي خطة. نعم أمريكا لديها أوراق ضغط أكثر من فرنسا وإيطاليا على كل الأطراف، نعم، لكن عندما تكون المشكلة أو الضغط متعلق بموقف رأي عام، هنا إشكال. مهما كانت أمريكا قادرة، عندما يكون الرأي العام معبأ ورافض لأي مقاربة فيها إيطاليا كما هو الحال، صارت تعبئة الآن خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة الشرقية ضد إيطاليا وتوجهها وكلام سفرائها، هذا كفيل بأنه يعرقل
أي فكرة إيطاليا أساسية فيها، أي مبادرة إيطاليا. نعم، سنأتي الحديث أيضا عن هذه الخطة وما البديل لوليام سيد السوس، لكن دعني أنتقل إلى السيد عبد الحكيم من القاهرة. سيد معتوق، البعض يتحدث اليوم ربما عن تخوف من اقتران البعثة الأممية بتوجه الإدارة الأمريكية، ربما يوصف البعض بأنه غياب رؤية واضحة في ليبيا، بغض النظر إن كان هناك التدخل الحاسم في اجتماع روما مؤخرا وأزمة الموانئ. كيف ترى هذا الأمر؟ لا، احنا اعتدنا ان الإدارة الأمريكية خلال العهود الماضية كانت سنت قاعدة ما يعرف او ما عرف بقيادة الأزمات من الخلف، ولكن هذه المرة دخول أمريكا على خط الأزمة الليبية وبهذه الكيفية، اعتقد ان التكتيك الى حد كبير تغير. يعني تعرف ان ستيفاني ويليامز جاءت بطلب مباشر من دونالد ترامب، يعني هو لم تخضع لآليات الترشيح المتعارف عليها في مبنى الأمم المتحدة. يعني عادة عندما يتم اختيار رئيس بعثة أو من يدير الملف السياسي في بعثة، تشهد المكان التي تتواجد فيه أزمة سياسية واحتراب إلى ما هنالك وتدخلات من أطراف عديدة، فعادة يتم نوع من المفاضلة. في حالة ستيفاني ويليامز حقيقة دونالد ترامب، وهذا ليس خافيا، يعني دونالد ترامب طلب شخصيا من غوتيريش أن يكلف ستيفاني ويليامز بالملف السياسي الليبي. طبعا أنت تعرف ستيفاني ويليامز وراها جون بولتون، يعني جون بولتون هو حقيقة يقود تيار مهم، ودائما ما اعتاد أن يهمس في دونالد ترامب، وحسب مراقبين دونالد ترامب يعني يستأنس لأراء بولتون. طبعا بولتون بالمقابل لديه مشكلة مع معسكر الشرق، وقالها في أكثر من مناسبة، ربما يجد في قائد عملية الكرامة قوات الكرامة أو الجيش الليبي حتى لا يغضب علينا أي طرف، يعني ربما في كثير من المرات صنفه بأنه ربما يشكل عائقا في إيجاد أي مقاربة. لكن سؤال سيد معتوق، هل ربما يتغير الآن، سيتغير توجه البعثة مقارنة بتوجه الإدارة الأمريكية حيال ملف الأزمة في ليبيا؟ قبل أن ننتقل لسيد مصعب، توجه البعثة في إدارة حل ملف ليبيا، عطفا على ما عطفا ما يعني هذه التوطئة اللي طرحتها لحضرتك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين، هي حقيقة تقودنا إلى أنه مثل ما تفضل ضيفك، أو عطفا على ما تفضل به ضيفك في الاستوديو، هو أنه حقيقة البعثة الأممية في على رأسها الدكتور غسان سلامة أصبحت الآن ليست ذات أهمية بالنسبة للحل في ليبيا. كنت قلت لك في حديث سابق أعتقد عبر قناتكم، ربما توفرت معلومات لدى الإدارة الأمريكية، ومن هنا جاء اختيار ستيفاني ويليامز المدفوعة من قبل تيار جون بولتون. فأعتقد أن المعلومات التي توفرت بأن غسان سلامة أصبح أقرب إلى أن يكون يعني مبعوثا للجانب الفرنسي من أن يكون في هذه الجزئية. دعني أسأل سيد يعني معتوق، سيد مصعب من فرنسا، مع ما كان يتحدث عنه مؤخرا سيد معتوق من القاهرة، هل يمكن السؤال هنا نشهد اليوم بعثة أممية يعني يمكن وصفها بأكثر تحررا من الضغوط التي يقول البعض أنها تعرضت لها في وقت سابق، وما أشار إليها سيد معتوق تحديدا من دولة فرنسا؟ ليس تماما، يمكن أن نصفها بالمتواجدة في مرحلة انتقالية. فالمشكل هنا أن الطرف الذي دخل هو الولايات المتحدة الأمريكية في شخص الرئيس ترامب متقلب المزاج، فيعني لا ندري الصورة كيف ستكون تماما. الآن في الظرفية الحالية هي صحيح هكذا، ولكن ليست هناك ضمانات. لكن نعرف أن الولايات المتحدة كهيئة هي لا تحتمل التضارب في التراتب، يعني فيجب أن يفصل هذا الأمر إما غسان سلامة أو ستيفاني ويليامز. عندما يتم الاختيار، وأظن أنه سيكون مباشرة عند الدخول الاجتماع بعد الصيف، هنا تتضح الرؤية. فإن كانت التعويل على ستيفاني ويليامز، فيعني أن الأمور تقلبت تماما، وأن يعني المشهد سيتغير. أما إذا ثبت دور
غسان سلامة، فيعني أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها كما كان الأمر مع برناردينو ليون ومع مارتن كوبلر، فسيعني تمنح أولويات وستستأنف نفس آلية العمل التي كانت مع المبعوثين السابقين. غسان سلامة طبعا هو مقرب جدا من فرنسا، هو يعني يخدم مصالحها مباشرة، ما يجعل دوره محل شك في الأمم المتحدة، فهو ليس محايد ويخضع لسلسلة من الضغوطات، يعني فهو مقرب جدا في فرنسا كذلك من وزير الدفاع، وزير الخارجية الحالي ووزير الدفاع السابق جون إيف لودريان، ما يجعله بعيدا عن الرئاسة لأن هناك تضارب أيضا في المؤسسات الفرنسية من الداخل، ولكن اتباعه لنهج جون إيف لودريان يجعله كذلك مقربا من الإمارات وأطروحاتها، ما يجعله يعني الدور حتى سلبي جدا. نشرك سيد السنوسي يعني الاختيار حتى نشرك فقط لضيق الوقت الآن، حتى نشرك سيد السنوسي في جزية الدول المتداخلة الآن في الصراع وفي النزاع في ليبيا. الآن سيد مصعب يصف بأنه سلامة بغير المحايد، لكن الآن مع سيد السنوسي مع انخراط واشنطن في الملف وتعيين ويليامز كنائب لسلامة، إلى أي مدى قادرة اليوم ويليامز على ضبط التدخلات من الدول المتداخلة في الصراع الليبي، وأيضا مثلا جزئية أخرى وهي جزئية تعدد المبادرات وتحديدا منها مبادرة باريس؟ الدخول الأمريكي ليس بالضروري كما قلت سيكون إيجابيا، لكن على الأقل فيه نقطتين مهمات تجعل متميز عن الدور الفرنسي الدور الإيطالي. الأولى أن أمريكا لم تتورط في الأزمة الليبية وتطوراتها خلال العامين الماضيين، بينما فرنسا على الأقل حتى 4 سنوات فاتت ماضية، بينما فرنسا وإيطاليا متورطة بشكل كبير، بمعنى أنه صنفت فرنسا على أنها داعمة لطرف وإيطاليا مصنفة على أنها داعمة لطرف آخر، وأي دور لكلا العاصمتين باريس وروما سيواجه بموجة رفض من قبل الطرف الآخر، فأمريكا مختلفة في هذا الجانب. المسألة الأخرى وهي الأهم أنه قدرة أمريكا على الفعل هي مرات عديدة ضعف القدرة الفرنسية والإيطالية، بمعنى إن أرادت أن تفرض أمر واقع يمكن أن تفرضه، ورأينا ذلك في أزمة النفط أنه جاءت التعليمات الأمريكية وتم التنفيذ بشكل سريع. المشكلة أنه ما هي المقاربة الأمريكية لحل الأزمة الليبية؟ إلى اليوم ما فيش ملامح مقاربة واضحة، أعتقد بأنها ستكون ثورية متحمسة، مما يعني أنها قد لا تكون حلا أو تمهيدا لمرحلة استقرار، هذا ما هو أنا متخوف منه. يعني ربما يكون خراط مرحلي، حل أمريكي ثوري، وإذا كان ترامب هو أصلا قائد المرحلة اليوم، ستأتيه التقارير من قبل ستيفاني اليوم وستيفاني ويليامز وبعض الموظفين الآخرين، ويقرر كما يريد بشكل حاسم أنه في طرف رافض فلتستخدم ضد القوة، قد يوتر الوضع ويعقد من الأزمة. ما أتمناه أنه تكون هناك شراكة دولية في حل الأزمة وليست على حساب الحل الليبي، وهذه رسالة يا إخواننا للإخوة فرقاء السياسيين الليبيين، أنه عندما يتنطع كل طرف ويتقوقع حول نفسه ويصر على أهدافه ومطالبه أمام ما يجري اليوم على الساحة الدولية فيما يتعلق بالملف الليبي، قد يخسر الجميع خسارة أكبر مما يتوقع، وبالتالي العقل يقول بأنه لا نترك الغرب يتفرد بالملف في هذا الظرف القاهر، وأن التفاهم التنازل التقارب قد يقلل من الضغوط الغربية التي لن تكون أصلا بالضرورة لصالح الأزمة الليبية والشعب الليبي، بل هي مصالح غربية تحقق. نعم سيد معتوقي، لأي مدى ربما اليوم واشنطن مستعدة كما كان يقول سيد السنوسي للدخول في شراكة مع ربما دول الجوار الدول المتداخلة سواء كانت الغربية أو الإقليمية منها مصر والإمارات لربما إيجاد مقاربة لحل ملف الأزمة؟ أنا أتصور أن الإدارة الأمريكية الآن تشتغل وفق مسارين، يعني مسار استقصاء استخباري هذا مغطى من قبل الأفريكوم الذي يعمل على شن غارات في بعض الأماكن التي تتوفر فيها معلومات بتواجد عناصر مطلوبة لدى الإدارة الأمريكية وليس وفق الإطار العام لمحاربة الإرهاب.
المسار الثاني هو عقلية الوكيل، يعني بصراحة هذا تجلى بشكل واضح من خلال زيارة كونتي لواشنطن وما قاله ترامب لكونتي. يعني مثل ما قلت لك، ويليام ستيفني ويليامز تشتغل في إطار استقصاء استخباري، ولكن حتى يعني العمل السياسي بالمفهوم التقليدي لم نلحظه من ستيفاني ويليامز. يعني قامت بمجموعة زيارات وحتى تصريحاتها شحيحة جدا. الوكالة لإيطاليا، الأرض لإيطاليا، هناك واضح تفاهم واضح وكبير بين كونتي وترامب في الزيارة الأخيرة، بمعنى أن حتى اللحظة الإدارة الأمريكية تعول على ما سوف يقوم بكونتي أو الطليان على الأرض في ربما ليس في ليبيا ولكن على الأقل في الغرب الليبي. لكن لم نتابع أي تفاهمات أو أي اتصالات بين أطراف أخرى يعني لها دور في الأزمة الليبية أو تدخل بشكل أو بآخر في الأزمة الليبية خلال السنوات الماضية مثل الدول التي ذكرتها. على الرغم من أن أشوف لاحظ حتى يعني بعد زيارة كونتي لترامب جاء وزير خارجية إيطاليا إلى مصر. ربما طبعا مصر ربما تشكل حالة استثنائية للدول التي مهتمة أو داخلة بشكل مباشر في الأزمة الليبية لاعتبارات كثيرة أهمها العمق الاستراتيجي، الدعم المباشر للجيش اللوجستي وغيرها، الحدود إلى ما هنالك. فهم حقيقة جاءوا على الرغم من أن حتى وزير خارجية إيطاليا في زيارته إلى القاهرة حاول أن ينغص على السلطة السياسية والعسكرية بأن ذكرهم بحادثة اغتيال ذلك الإيطالي الذي سبب أزمة دبلوماسية بين البلدين. واضح. فبالتالي هم حقيقة جاءوا إلى مصر لهذه الاعتبارات التي ذكرت، ولكن لم نسمع بأنهم اتصلوا بأطراف أخرى، بمعنى أنهم يريدون أن يحيدون مصر لأنها تدعم معسكرا هو حقيقة يعتبر بالنسبة للإيطاليين خصم للمعسكر الذي تقف وراءه. واضح سيد معتوب. دعني أنتقل فقط إلى سيد مصعب. سيد مصعب، مع دخول عدة دول على خط الأزمة أبرزها فرنسا وإيطاليا وتوصف بأنها دول متنافسة في حول رؤية الحل في ليبيا، وحتى وصف أن الأمر وصل إلى الحدة في حول الوصول إلى هذه الألية، هل يمكن القول أن اليوم دور البعثة الأممية أصبح هامشيا؟ وهذا من جانب، أما من جانب آخر مستقبل خطة العمل ما كان يتحدث عنه السيد السنوسي هنا في الاستوديو، الخطة العمل التي تطرحها سلامة في وقت سابق، ما مستقبلها في ظل هذه التغيرات؟ يمكن أن نعطي سؤالين لأن الثاني تابع للأول. نعم، عام البعثة الأول منذ الأول لم يكن شفافا ولم يكن يعني واضح المعالم، فكان دائما ممزقا وفق المصالح التي يخضع لها مبعوثو الأمم المتحدة، فسواء غسان سلامة أو قبله مارتين كوبلر أو قبله برناردينو ليون كلهم كانت لهم أجندات ليست تابعة مخرجات المواثيق الموجودة في الأمم المتحدة. يعني حتى أنه انتظروا حتى يستولي حفتر على أبار النفط، أبار في الهلال النفطي، كي يفعلوا المادة 2259 حول الاستغلال غير الشرعي لحقول النفط. فلذلك منذ الأول عمل الأمم المتحدة كان سلبيا في واقع الأمر وكانت تخضع لأجندات الدول الفاعلة، لذلك حتى هذه المرحلة ستتواصل هذه التجاذبات فيما يخص خارطة الطريق، فيمكن تمزيقها في أدنى تغير في أدنى لمحة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت فرض رؤية ما معينة فستفرضها يعني بلا هوادة وبسرعة. فلذلك يعني هذه الفرضية قائمة، فرضية تجاوز خطة العمل. نعم سيد حمودي في عجالة، تجاوز خطة العمل التي أقرها سلامة في وقت سابق يمكن تجاوزها من قبل الولايات المتحدة؟ قائمة وبشدة. نعم طبعا. طيب. ولذلك حتى الآن عندما التقى وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلان نعم ميلانيزي مع وزير الخارجية سامح شكري كان لجعل دور يعني يمكن طيب. يعني جعل منطقة للانتقال من هذه المخرجات. سيد السنوسي، استمعت لما يتحدث عنه السيد مصعب، يعني في اعتقادك اليوم الاستراتيجية الأمريكية ربما
من خلال ويليامز يعني تتخذ مسألة تجاوز خطة العمل التي أقرها سلامة في وقت سابق؟ هذا الأمر وارد؟ أنه خطة العمل القديمة اللي تم أصلا الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2017 في الأمم المتحدة على لسان سلامة ولقائمة كما قلت بشكل أساسي على مسألة الانتخابات قبل نهاية 2018، سلامة نفسها أصلا أعلن وفاتها كبر عليها 4 في حطة الأخيرة. والاتجاه الأمريكي الإيطالي كما نعرف يعني المناكفة القائمة ما بين واشنطن وروما وباريس عن هذه المسألة. إعلان الدبلوماسية الإيطالية على أنه متجهة إلى عقد مؤتمر شامل هنا يشير إلى فكرة التعويل على التوافق والتركيز على تشكيل حكومة، حكومة أزمة تدير الواقع المأساوي في ليبيا. وقد ركزت أصلا ستيفاني في كم مناسبة على هذه المسألة مع بعض الأطراف اللي التقت فيهم، أن الأولوية تعطى إلى معالجة الوضع الاقتصادي الأمني المتردي وليس إلى مسألة الوفاق السياسي بشكل نهائي. فأعتقد بأنه أصلا الوجهة ستكون بهذا الاتجاه، ضغط على الأطراف للوصول إلى وفاق فيما يتعلق بحكومة، هذه الحكومة تلعب دور بعدين التمهيد لمرحلة الاستقرار مع ضغوط دولية. يعني ربما قد يطرأ تغيرات سيد السنسي ربما قريبا في المشهد، ربما نشهد جلسة حوار ما بين الأطراف، وحتى ربما يكون هناك فرض عقوبات على من يوصف بأنه ما تصور بين الضغط الأمريكي سيتجه هذا الاتجاه والضغط على الأطراف بأنه تناسوا مسألة أصلا الحل السياسي النهائي، ركزونا على وفاق فيما يتعلق بالحكومة، ثم تدريجيا الاتجاه إلى الوفاق السياسي الكامل بمعنى التمهيد على توافق متعلق بالدستور ومتعلق بقانون الانتخابات، والانتخابات هل تكون برلمانية ورئاسية أم كلتيها معا. لكن الأولوية أعتقد بأنها في الأشهر القليلة الماضية ستكون على الحل التنفيذي، سلطة واحدة يتفق عليها الاثنين. ومهدا ذلك ظهرت بيان الأمم المتحدة المتعلق أصلا برفض الأجسام الموازية. قد يكون دور ستيفاني ويليامز في الضغط على الطرف الشرقي المتعنت فيما يتعلق بحكومة الوفاق أنه سيكون خلال أشهر قليلة ربما هذا الاتجاه جزء من هذه الحكومة. أعتقد بأن هذه الوجهة الأمريكية تنجح فيها أم لا هذا حديث آخر يعني. نعم، أشكرك كل الشكر مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوسي بسير، كنت معي ضيفا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من باريس عبر الأقمار الاصطناعية من هناك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكس بروفانس مصعب حمودي. وشكر موصول لضيفي من القاهرة الكاتب والصحفي عبد الحكيم معتوق. شكرا لكم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دائما دمتم بالخير.